فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء. ازاي افرق ما بين البروليفريتيف اندوتريوم والسكريتوري اندوميتريوم؟ از ا فيري امبورتنت بيج ايشو، مهم جدا ولو ميديكال ليجال امبورتنس، مهم من الناحيه الطبيه ومن الناحيه الجنائيه. ليه؟ لان عندك في حالات طبعا السكريتوري اندوميتريوم نورمال فيز اوف اندوميتريوم اوكيرز ان موست فيميلز. في حالات السكريتوري اندوميتريوم لما بتشوف الاندوميتريوم في الوضع ده، ده معناه you can guarantee تضمن 100% that this female is almost ovulated. خلاص يبقى انت ضامن ان الفيميل ديت خلاص حصل الاوفيوليشن. كويس. انما في حالات البروليفريتيف اندوميتريوم انت she will ovulate بس you can't guarantee ovulation. وبالتالي مهم عندنا جدا ان احنا نعرف ازاي نتعرف على حالات السكريتوري اندوميتريوم. بص كده معايا على السكريتوري اندوميتريوم. يا جماعه السكريتوري اندوميتريوم عايز اعرفك الاول في نقطه، باي ديفينيشن سكريتوري اندوميتريوم مينز يو كان فايند سكريشن انسايد اندوميتريال جلاندز. كويس. ولكن وخد بالك بقى ان ما هياش القاعده الاساسيه في السكريتوري اندوميتريوم انك تلاقي سكريشن، لان السكريشن ممكن برضه تلاقيه في حالات الاندوميتريال هايبربليزيا، لان الهايبربليزيا اللي بتحصل ممكن تحصل فوق اي مرحله من مراحل الاندوميتريا. يعني بيحصل ده طبعا الاندوميتريال هايبربليزيا ديزيز، السكريتور اندوميتريال نوت ديزيز فيسيولوجيكال ستيت. ممكن الديزيز يحصل في اي فيسيولوجيكال ستيت، فيجي لك في مرحله تكون الست عندها سكريشن سكريتوري فيز اوف اندوميتريوم، فيبان سكريشن برضو في الاندوميتريال هايبربليزيا. ولكن باي ديفينيشن لو احنا بنتكلم ثيوريتيكالي يبقى الاندوميتريال السكريتوري اندوميتريوم مين سكريشن سايد جلاندز، مش دي القاعده برضو اللي هندور عليها. انا عايزك تاخد بالك معايا هنا في نقطه مهمه جدا عايزين نشوفها مع بعض كويس وتلاحظها معايا كويس، ان هنا الجلاندز اوف اندوميتريا طبعا في عندك سيلر ستروما، واضح ان دي سيلر ستروما اهيت، في عندك جلاندز التشو فراجمنتد فتفوته اهيت موجوده على الشريحه، لو اتحركنا نشوف فتفوته ثانيه في ناحيه ثانيه. الجلاندز اللي موجوده عندنا زي ما احنا شايفين بتبقى الونجيتد تورشس معرجه، وهنلاقي فيها سو تيث ابييرنس يعني اسنان المنشار، تلاقي في اسنان بدات تظهر، سنون بدات تظهر جوه الجلاند، سنه وسنه اهي وسنه اهي وسنه اهي. السنون اللي بدات تظهر ديت السوتيث ابييرنس، سوتيث ابييرنس مميزه للسكريتوري اندوميتريا. خلاص يبقى اذا التورشيسيتي اللي موجوده والسوتيث ابييرنس دي العلامه الاساسيه اللي هتدور عليها في حالات السكريتوري اندوميتريا. نتفرج على بقيه الشريحه مع بعض. زي ما احنا شايفين هي معظم الجلاندز اللي احنا شايفينهم هم دايليتد تورشس فيهم سو تيث ابييرنس، وطبعا واضح ان دي سيلر ستروما هنا اهيت، جلاندز برضو كلها تورشس تورشس سو تيث 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 كتير 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 كل ده جلاندز. هنا بقى بدا يظهر السكريشن اللي انت شايفه جوه الجلاند ده، حتى المناطق اللي هي فيها سكريشن قليل بس هنا سكريشن اهو، في سكريشن هنا في سكريشن هنا في سكريشن، برضه ده من الحاجات اللي بنشوفها في السكريتوري اندوميتريوم. ولكن مش دي القاعده، القاعده الاساسيه ايه؟ جلاندز تورشس وذ صوتي ابييرنس. خلاص يبقى الجلاند معرجه وفيها اسنان المنشار، دي القاعده الاساسيه في مرحله السكريتوري اندوميتريوم. طبعا ده كلام البيزك خالص اللي احنا بنقوله، ولكن طبعا في سبيسيفيك فيتشرز ثانيه كتير جدا 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 احنا بنستخدمها لمعرفه السكريتوري اندوميتريوم، هي انت مش مطالب بيها ولكن اذا سمح لنا الوقت ان احنا نشوفها مع بعض برضه هوريها لك عشان لما تيجي تبقى في الكومنت تبقى فاهم انت بتكتب ايه. خلاص كل ده مع زي ما احنا شايفين اندوميتريوم تيشو في السكريتوري جلاندز، هنا نفس الكلام برضه الموضوع واضح.
ايه عايز اوريك حاجه بقى، خد بالك معايا هنا. لما انا جيت كبرت بالهاي باور، طبعا انت برضو باكد عليك مش في الامتحان مش هتحتاج تكبر بالهاي باور. في نقطه عايزك تاخد بالك منها عشان تيجي تكتب في الكوماند، الجلاندز ديت يا جماعه اللايننج بتاعها برضو هو الكولامنر ابيثيليوم، بس خلي بالك الكولامنر ابيثيليوم ده هيبدا يعمل سكريشن، هيبدا يعمل ايه؟ سكريشن. وبالتالي هتلاقي الكولامنر ابيثيليوم ده هيبقى في حاجه اسمها سكريتوري فاكيولز او فاكيوليشن. فاكيوليشن يعني ايه؟ يعني مناطق لونها فاتح، بتبقى لونها فاتح، والمناطق ديت بتدل على ان في سكريشن هيحصل. كويس. لما نيجي نبص على منطقه زي ديت اهيت، منطقه لونها بيل خالص اهيت فوق في الابيثيليوم من فوق، دي عباره عن فاكيوليشن، سيتوبلازميك فاكيوليشن. كويس. موجوده في الابيثيليال لايننج اوف ذا جلاند. هنا برضو نفس الكلام، الموضوع هنا اوضح شويه، نعمل فوكس بس اهو. هنا بص واضح يا جماعه، في المناطق اللي موجوده هنا هي في لونها بيل خالص هنا، في عندنا هنا سيتوبلازميك فاكيولز، هنا مناطق هنا لونها بيل لان الجلاند دي هتعمل سكريشن او بتعمل سكريشن، وبالتالي الفاكيوليشن هنا واضح. في نقطه ثانيه عايزك تاخد بالك منها برضو وانت بتكتبها، بس في للكومنت فقط مش للتعرف على الشريحه، ان عندك هنا لو تلاحظ بقى في نيوتروفيلز، نيوتروفيلز خلايا اللي هي لونها بينك ديت. كويس. وممكن تبقى مالتي لوبيتد نيوكلياي، نيوتروفيلز بدات تبقى موجوده في الشريحه عندي حوالين الجلاندز. ليه وجود النيوتروفيلز ده؟ معناه لان الجلاندز ديت بدات تفقد الفيسلز بتاعتها، بدا يحصل نيكروزز، فبدات الاكيوت انفلاماتوري سيلز تبقى موجوده. النقطه الثانيه ان في عندك راوندد سيلز، يعني غير النيوتروفيلز اللي لونها مدي على الاحمر شويه ديت، في عندنا راوندد سيلز. كويس. و ليها اباندنت سيتوبلازم وراوندد نيوكليوس. السيلز دي اسمها ديسيديوال سيلز. يبقى في المرحله ديت بيبقى في عندك ديسيديوال سيلز بتحوط الجلاندز. يبقى اذا في الكومنت قلنا دلوقتي ثلاث نقط شفناهم بالهاي باور، ان في عندك سيتوبلازميك فاكيوليشن لانها هتفرز. طبعا احنا قلنا في الاول ان في سكريشن وفي سو تيث والجلاند تورشس و الونجيتد. اوكي. هنا بقى لما تيجي تبص بالهاي باور قلنا ثلاث حاجات هنضيفهم للكومنت بتاعنا، ان في عندنا سيتوبلازميك فاكيوليشن بيبقى في لون بيل في السيتوبلازم، وبره من بره لما نيجي نبص بره الجلاند بدا يظهر نيوتروفيلز لان في مرحله من النكروز هتحصل والجلاند ويل لوز ذير بلاد سبلاي. النقطه الثانيه ان في عندك، افتكر النيوتروفيل وخلايا ثانيه جنبها مدوره، ديسيديوال سيلز، راوند ديسيديوال سيلز في الاستروما. ده بالنسبه لشريحه سكريتوري اندوميتريال. نظره سريعه على شريحه ثانيه سكريتوري برضو، هنا برضو دي نفس الكلام سكريتوري اندوميتريال. تيجي تبص على الجلاند في اسنان المنشار واضحه من جوه هي سوتيت ابيرنس، في سكريشن هنا، سكريشن هنا، سكريشن هنا، السوتيت ابيرنس واضح، سيلولار استروما موجوده. كويس. هنا السكريشنز كتير قوي واضحه هنا اهو، سكريشنز اهيت. كويس. دي برضو سكريتوري اندوميتريوم، واضح طبعا الجلاندز يا جماعه شكلها مميز جدا، بتبقى تورشس وفيها السو تيث ابيرنس هنا واضحه قوي برضو، هنا واضحه جدا. خلاص. يبقى اذا نراجع القاعده الاساسيه تاني مع بعض كده، نفرق ما بين البروليفريتيف والسكريتوري اندوميتريوم ازاي. بروليفريتيف اندوميتريوم معظم الجلاندز يونيفورم ان شيب اند سايز راوندد اور اوفال. سكريتوري اندوميتريوم سو تيث ابييرنس انسايد جلاندز اند سكريشن. ده الفرق ما بين البروليفريتيف اند سكريتوري اندوميتريوم.